السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة خمسة، إزيكم؟ إحنا النهاردة إن شاء الله هنحل لسن 3، تمارين الدرس الثالث من يونت 8 من الوحدة الثامنة. طبعا الدرس كان 2 بارس، فإحنا إن شاء الله هنحل الجزئين. قبل ما نبص على بارت 1، في عندنا هنا تمارين جرامر بيتكلم بقى على هاف وهاز والكلام ده، فبيقول لك do you a أهلك، نختار مين؟ do you a أهلك. طبعا أنت عارف إن مع do does بنستخدم فعل في المصدر بدون تفكير، فهنقول هاف. دو وداز معاهم هاف، فعل في المصدر. طيب شي ايه؟ اكولد، هي ايه؟ برد. شي من اصحاب الاسم، فهدور على هاز مش هلاقي هاز، يبقى الجمله دي مش هتنفع. هاز مش هتنفع، جمله مثبته خلاص مفيش هاز. طيب ينفع شي هاف؟ لا. شي ما تاخدش هاف؟ دونت هاف؟ لا. هافينج؟ لا. دازنت هاف؟ اه، تبقى جمله منفيه. شي دازنت هاف اكولد، هي ما عندهاش برد. طيب they a an earache، هم ايه؟ الم في الاذن. طبعا they have، هم عندهم. ما ينفعش they has، طبعا they مش من اصحاب الاس، فما تاخدش has ولا doesn't have. he طبعا ما تفكرش في have ولا have to ولا having. he بتاخد has. he has a stomachache. طيب I مستحيل تقول I isn't، مستحيل تقول I doesn't. طيب I don't ولا I am not؟ طب استنى كده، have مفيش حاجة اسمها I am not have، لا I don't have. I don't have a sore throat. تمارين بورت 1، أول سؤال، سؤال listening، استماع. فإحنا هنشيل كده تمام، علشان أنت هتسمع بس، خلاص هتسمع بس. ركز بقى يا بطل معايا وأنا بقول لك. Hi I'm Tom. Today, I have to stay at home. I'm not feeling very well. ألف سلامة عليك يا توم. I have a headache and a cough. I think I have a cold. صداع وكحة، فيعتقد أنه عنده برد. I will go to the doctor tonight. Mom gives me fresh orange juice to get better. ماما ادته عصير برتقال طازج علشان يتحسن. فهنا بيقول لي Tom is at home today. توم النهاردة في البيت. اه، هو ما راحش في اي مكان، هو قاعد في البيت. He is feeling well. هو يشعر انه well، جيدا. لا، توم عيان. Tom has a cough. عنده cough؟ عنده كحة. اه، عنده كحة. He will go to the doctor. هيروح للدكتور tomorrow، بكرة. لو هيروح tonight، هذه الليلة، مش هيروح بكرة. False. طيب الماتشنج بيقول لي He fell over. He fell over يعني هو وقع. فالمفروض الاول قبل ما نحل الماتشنج احنا بنكون قارين العمود ده والعمود ده. طيب نبدا نشوف بقى. he fell over، هو وقع. in the playground، في الفناء. I don't feel well، انا لا اشعر انني جيدا today، اليوم. do you، طبعا علامه استفهام اكيد، ما ينفعش بقى do you matter، انت ركز في علامه استفهام تانية اهي. do you have a cold؟ do you have a cold، هل عندك برد؟ What is the matter, Reem? ما الأمر يا ريم؟ You should take this medicine. يجب أن تأخذ هذا المدسن، الدواء. وحنيجي على الترتيب. الأول بنقرأ الكلمات متلخبطة. Cut I in the will put a bandage. يبقى I will، أنا سوف. طيب أنا سوف إيه؟ Put، أضع. هأضع a bandage، ضمادة طبية. on the cut، على الجرح. والمفروض بتتكتب يا بطل، ما تعملش أرقام، أنا بس علشان وقتك وقتي، فأنت ما تعملش أرقام. not to think she a have does، يبقى she هي. does not اللي هي doesn't، يعني she does not have a to think، هي مش عندها to think، يعني أنا فأستنى. she does not have a toothache. matter what with أشرف is the، يبقى what is the matter، ما الأمر with أشرف، بالنسبة لأشرف إيه مشكلة أشرف. take home this stay medicine and، يبقى stay home، أقعد في البيت. and و take، وخد this medicine، هذا الدواء. stay home and take this medicine. ده كان part 1، الجزء الأول.
ماشي، تعالى نشوف مع بعض تمارين بورت 2 الجزء الثاني. بس انا عندي هنا بوب كويز الاول، بيقول لي there was a party، كان في حفله. So the club was، فالنادي كان مزدحم، crowded. The nurse، الممرضة، put، وضعت، ايه، انثقت، على الجرح، on my leg، في رجلي. طبعا هي هتضع bandage، لزقة طبية. My mom took my a brother to the hospital، ماما اخدت اخويا الايه للمستشفى، اخويا المريض، my sick brother. I invited all my a، انا دعوت كل a، my uncle aunt and cousins، عمي وعمتي ولاد عمي، فكل اقاربي relatives. في برضو pop quiz هنا بيتكلم بقى على ال ir r و l و m و n. طيب we can add the prefix a to make the opposite، بنضيف ال prefix mean عشان يعمل العكس من كلمة irregular، يبقى irregular. طب بدأ ب r، irregular، اعمل عكس regular ب ir. طب the prefix a بالضبط makes the opposite of polite، بيعمل عكس polite. طبعا m لما الصفة تبدأ ب m او p، تمام، بتعمل العكس ب m، فتقول كده impolite. طيب ونشوف تمارين العامة على part 2 الجزء الثاني. طيب في سؤال استماع، فعلشان كده هنشيل الكتاب تاني ونقول نص الاستماع. Each afternoon، كل ظهيرة، staff from a hospital in India، طاقم الموظفين اللي في مستشفى في الهند، turn the corridors into classrooms، بيحولوا الطرقات إلى فصول. The nurses become teachers، الممرضات بيبقوا مدرسين. And the family members، وأفراد الأسرة، become the students، بيبقوا هم الطلاب. This idea helps the families to care for their relatives، الفكرة دي ساعدت العائلات إن هم يعتنوا بأقاربهم، when they go home، لما يروحوا بيهم البيت. They can change a bandage، بقوا بيعرفوا يغيروا البانديج، الضمادة الطبية، or give an injection، أو حتى يدوا حقنة، at home، في البيت. بعد ما استمعنا بيقول لي يلا نعمل true false. The staff from a hospital، طاقم العاملين في المستشفى، turn the corridors، حولوا ال corridors into classrooms، true، صح. The students become teachers، الطلاب بيبقوا مدرسين، in the hospital، لا مفيش حاجة اسمها ده الممرضات هم اللي بيبقوا مدرسين، الكلام ده فولس طبعا، غلط. The family members، أفراد الأسرة، become the students، هم اللي بيبقوا الطلاب، فعلا بيبقوا الطلاب والممرضات هم المدرسين. The families can't change a bandage at home، the families، العائلات، can't، لا تستطيع، change، إنهم تغير bandage، ضمادة، at home، في البيت، لا بيعرفوا يغيروا الضمادة في البيت، كلام ده فولس. هنا بيقول لي there are many، أنا طبعا المفروض قاري العمودين. There are many A، طبعا there are many patients at the hospital، في مرضى كتير في المستشفى. He went to the hospital alone، راح المستشفى لوحده. I learned how to، أنا تعلمت إزاي إن أنا change bandage، أغير ضمادة. The park is تمام، الحديقة، is often very crowded، في الغالب كتير جدا بتكون مزدحمة جدا. The staff، طاقم العاملين، look طبعا after، look after، بيعتني بـ patients، بالمرضى. وعندك القطعة، خلي بالك لازم يسألك في سؤال summarize، لخص، هنا هيطلب تلخيص الباراجراف الأول، علشان وأنا بقراه كده لما إيه نشوف أهم حاجة فيه ونكتبها هنا. Summarize the first paragraph in one sentence. طيب تعالى كده نقرأ مع بعض. In a hospital in Bangalore، في مستشفى في Bangalore. A city in southern India، مدينة في جنوب الهند. There are many patients، في مرضى كتير. The hospital treats patients from all over the country، المستشفى بتعالج المرضى من كل أنحاء الدولة. With every patient، مع كل مريض بيروح، there are about 10 family members، بيكون معاه حوالي 10 من أفراد أسرته.
in India علشان في الهند it's unusual for a sick person غريب جدا ان المريض to go to the hospital alone يروح المستشفى الواحد وما ينفعش. Family usually go with their unwell relative الأسرة بتذهب مع أقاربها المرضى. طيب ده أول paragraph خلاص خلص الباراجراف. الباراجراف التاني طالما ساب لي مسافة كده يبقى بدأنا paragraph تاني. ده اللي مطلوب مني إن أنا summarize ألخصه. ألخص الباراجراف ده في جملة. يبقى هقول مثلا it's very busy in a hospital in Bangalore. كون زحمة جدا في مستشفى في بنغلور. أو the hospital in a Bangalore is very crowded أو is very busy. المستشفى في بنغلور زحمة جدا. ده أهم حاجة هنا. تمام؟ أهم جملة في البروغراف ده اللي هو the hospital المستشفى in في Bangalore is very busy أو is very crowded مزدحمة جدا. نكمل الباراجراف بتاعنا. This means that the hospital is often very crowded. ده معناه ان المستشفى very crowded. هو يسألني في crowded طالما واخد خط تحتها هنا هيقول لي if a place is crowded. لما المكان يبقى crowded يبقى there are people يبقى الناس هناك ايه طبعا many كتير many people and busy but instead of telling family members that they can't visit their sick relatives بدل ما يقولوا لأفراد الأسرة ان هما ما ينفعش يجوا يزوروا المرضى the staff at this hospital العاملين في المستشفى are very wonderful رائعين جدا they have classes عندهم فصول to teach the family علشان يعلموا الأسرة to look after the sick person ان هما يعتنوا بالمرضى for example على سبيل المثال some people learn how to change bandages بعض الناس اتعلمت ازاي تغير الضمادة and others والآخرون learn تعلموا how to give injections ازاي يدوا حقن. The text gives us information about a in India النص بيديني معلومات عن ايه في الهند عن مستشفى hospital. طيب السؤال التاني احنا حليناه. السؤال التالت بيقول لك what useful things ما الأشياء المفيدة can family members do اللي أفراد الأسرة ممكن يعملوها to help their sick relatives. طبعا they can change bandages and give injections ممكن يغيروا الضمادة الطبية وممكن كمان يدوا حقن اهي. آخر سطر تمام آخر سطر بس هحط قبله they can هما ممكن they can وكمل change bandages and other learn how to give injections. نيجي على الترتيب نقرأ الأول الكلمات متلخبطة treats this hospital sick many people يبقى this hospital المستشفى دي مالها treats بتعالج ايه many sick people مرضى كتير many sick people visit their everyday they friend sick يبقى they هم مالهم they visit هم بيزوروا their sick friend صديقهم المريض their sick friend صديقهم المريض every day كل يوم learns how she injections to give she learns هي بتتعلم ايه she learns how to give كيف تعطي injections حقن تتعلم ازاي تدي حقن she learns how to give injections in or the how India hospitals How or كيف هي the hospitals المستشفيات How or the hospitals in India في الهند How or the hospitals in India كيف هي المستشفيات في الهند طيب ال punctuation هنا بيقولي which country is this hospital in هبدأ بال W الكابيتال تمام country is this hospital in عادي خالص بس في الآخر question mark أنت بتسأل أي دولة فيها المستشفى دي طيب some people learn how to change bandages هنبدا بالاس الكابيتال we people وكل الكلام عادي خالص بس في الاخر في الستوب لان انا ما بسالش تمام مطلوب مني paragraph على a special hospital مستشفى خاصه
وقال لك treat وقال لك crowded. حاضر. يبقى هقول مثلا a hospital مستشفى in Bangalore في Bangalore is very special. A hospital in Bangalore في مستشفى في بنجلور مميزة جدا. تمام؟ تمام. The hospital المستشفى treats بتعالج sick people المرضى from من all over the country من كل أنحاء الدولة. Crowded this hospital هذه المستشفى is very crowded مزدحمة جدا. تمام؟ هذه المستشفى مزدحمة جدا. The staff اللي هو طاقم العاملين teach بيعلم the family members أفراد الأسرة how to look after إزاي يعتنوا بـ their sick relatives أقاربهم المرضى. The family members أفراد الأسرة مالهم learn بيتعلموا how to change ازاي يغيروا bandages الضمادة الطبية and give ويدوا injections حقن. بس كده خلصنا وادي الباراجراف. وكان في كلام اكتر من كده كمان ممكن يتقال. بشكرك قوي انك كملت الفيديو للاخر حبيب قلبي. Thank you for watching. وان شاء الله السيشن الجاي هنبدا مع بعض في lesson 4 في الدرس الرابع the power of honey قوه العسل. طيب هتوحشني كتير جدا لغايه السيشن الجاي ان شاء الله. وخلاص خلصنا. سلام يا حبيب قلبي. Goodbye.